متابعينا الكرام في الموسم الثاني من برنامجنا وبرنامجكم الرؤية والناس هنا من ولاية صور للحديث عن مهنة الصيد، فخلوكم تابعينا. أهلا فيك عمي، عرفنا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك من سالم بارك المخني. نعم. من ولاية صور. كيف مهنة الصيد معكم؟ مهنة الصيد القديم والجديد وضع يختلف، والجديد وضع يختلف. الوضع القديم السابقا كان بالخيط وكان بالشبك، أكثره بالخيط. الخيط يسموه زانة، والزانة يطلعوا للبحر غرز. في صيد أنواع، هامور، عندقة، ضعارة، أشياء صالة مسلبة، أنواع من السمك. هذا في صيد غفو وفي صيد رق. الصيد الغفو اليدر، الكنعدة، كنعدة وطا، السهوة، الصدة. زين، كيف الصيد قبل والحين أصعب؟ وين أصعب؟ أصعب أول كان طريقته سهلة، فهمت؟ وفي صعوبة، كنا طريقته سهلة يعني، يعني ميدار وخيط وزانة نسميها. كيف الصيد معاكم هنا؟ الصيد والحمد لله رب العالمين، أول كان في شهر رمضان الحمد لله متوفر بكثرة، وكان بس الأسعار متدنية، وبس الحين الحمد لله بعد العيد غل الصيد وارتفعت الأسعار. إيش من الأسماك الحين موسمها؟ موسم أسماك التونة. ايوه. اي لكم اوقات معينه كذا تطلع للبحر تسير وتقي؟ والله هي اكثر شيء هذه الاوقات، الفجر ولا مثلا؟ لا، اللنجات يعني روحن لمده خمسة، يعني تجلس في البحر حوالي خمسة ايام، عشر ايام، اسبوع كذي. بس في لنجات يروحن، ولو يوصل مكان يعني حدود 170 ميل 180 ميل، لما يوصل هناك عندهم ييمه ذي الصغيره تموت، لما تموت يرجع يصرف يعني ديزل يمكن معبي ب 400 ريال 500 ريال، بس ما يحصل شيء، ما يحصل، ارجع خلي رجع. ونفس الحاله صاد ذي صيمه صغار ورجع مره ثانيه، هو حظه صيمه موجوده يعني ما ماتت، اموره طيبه، الصيمه ماتت خلاص يعني ضاعت عليه. نعم. واذا يعني الصيمه موجوده ظل حوالي اسبوع خمس ايام، حصل 20 حبه 30 حبه، وكانت الاسعار اول مدنيه يعني مصروفه يلا يلا يبه. تمام. الحين الحمد لله تحسنت الاسعار بس غلى السمك. صيد موسم، اوقات تحصل اوقات ما تحصل. احنا عندنا لينياتي قطعة 170 ميل في المسافة، واوقات يبن مصروفهم واوقات احتمال مصروفهم يرجع عن خلاء ما حصلين شيء. الحين اصعب بعد غلى البترول وكذا؟ البترول والديزل والمحروقات كلها غالية، يعني اللي يطلع ب 700 ريال 800 ريال اوقات يبيع ب 500، اوقات يبيع ب 1000 عليه حسب، اذا حصل مصروفه، ما حصل هي والله خسر مصروفه. وهذه الاشياء خلتكم الاسعار الاسماك تغلى ولا؟ الاسماك ترتفع وتغلى، يعني تكون قليله ترتفع، ويوم تكون كثيره نزلت. السنه وصلت 200 بيس 300 بيس بكثره الصيد، والمصروف هو نفس الشيء موجود. زين، هذه الادوات اللي تستخدموها تختلف الحين ولا نفسها؟ الحين في انواع تختلف. الحين في ابو لك مثلا مال الجابان، مال خارج غترو، سموه غترو صاروخ، هذا يمشوا على طريقة الغارب، يحطوه وراء الغارب ويمدوا الخيط عليه ويمشوا عليه. هذه الصيد الغفو السهوة واليدر والكنعدة تمسك الخلف، هذا مال الحين حاليا. وهني في الشبك، عندك الشبك يسمى الليخ. الليخ كان أول 20 يعني فود يوم مني، والقلعة هذيك الحين يبعد عن القلعة 60 ذراع طوله، اول 45 30 الحين 60 80 باع، يشبك في بعضه البعض ويمد على طول الخط هذا، تشل المايه يا يمين يا يسار، الصيد خطف تضرب فيه. هين صيد الغفو السهو واليدر والكنعد والميخ، وهذا الصيد اللي يمشي فوق ياكل عمو فوق. لكن إيه لها عايد يعني كذا للصياد، وممكن يغنيك مثلا عن المهن الثانيه؟ هو يعني شوف بشكل عام صاحب اللنج هذه اعتماد الوحيد على الموسم ايوه، علني سواء كان موسم التونه او موسم يعني السهو، المهم الاعتماد عليه. حصل يعني حصل ما حصل خلاص معتمد على الله ثم على الانجلي. ايوه. الحين موسم ايش؟ ايش من الاسماك؟ القيدر، يعني الموسم القيدر. نعم. طيب ليش الشباب ما نشوفهم كثير هنا؟
والله يعني الحين السمك قليل يعني تغلى الحركه، ويقولوا السمك كثير الناس تكثر وايد. الشباب يشتغل كثير في هذا وايد، نص العالم كله في البحر. زين الناس تقول لك نشوف هنود يشتغل الحين صار صحيح ولا؟ ترى هنود موجودين لازم يسوون، لم يحركون غير العمال. نعم ولا مصرحين يعني من الزراعه، معطين تسريح من الزراعه. نعم. زين كيف تشوف الاسعار؟ هل تختلف كذا معاكم ولا لها اسعار ثابته؟ الاسماك ولا يختلف يعني من 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 سمك الى سمك، من نوع الى نوع؟ هو اكيد من سمك لسمك يختلف، يعني سمك التونه يكون سعره غير، سمك السهو غير، بس حاليا الموسم هذه موسم سمك التونه. كل اللنجات هذه تشوفهن كلها سمك التونه. يعني يروحوا ويطلعوا شفتهم ينزل الجيدر؟ ترى هو الجيدر هو التونه. نفس التونه. ايوه. نفس الموسم. الجيدر هو التونه يسموه. ايوه. بس يعني يروحن يجلسن حوالي اسبوع يرجعوا 11 حبات، 15 حبه. يمكن اللنج يبيع 400 500 يعني قليل منهم يتجاوز الفريق 1500 قليل قليل. وهذه الحمد لله وهي ماشيه على الحال. زين محافظين على الادوات والسفن القديمه؟ كل لا عليخ في ليخه وراعي الصياده في صيادته. كلهم يتبادلوا تبع المصلحه. الذي شاف مصلحته في الخيط فمشاله، ويشوف مصلحته في الخيط مشاله. فهمت؟ كل يمشي على طريقه المصلحه الذي هي احسن. الى عائد اقتصادي وماده لك؟ والله الاقتصاد نعم، في ناس عندهم الاقتصاد عايد، وفي ناس يعني يقول خيط في ماء والرزق في السماء، حد يجيب كثير حد يجيب قليل، والصيد لموسم لموسم يسير هذا الكنعده واليدر والباقي والميخ هذا يسيروا يمشوا من بندر الى بندر ليلاقي حصل من رزقه، لصاده في يوم يومين شهر شهرين بعدين انتهى عنه، يصيد ثاني نوع ثاني اختلف في صيد ارض. الحين حاول شوفوا كل مكان، راح الكويت تبعوا الكويت، راح اليمن تبعوا اليمن، راح تركيا تبعوا، راح اليمن، راح الهند باكستان تبعوا لحدود المسموح له، يتبعوه من مكان الى مكان خاصه ليدر وسهو. طيب يعني كيف تحس المهنه تصيد؟ هل تكفيك عن الاعمال الثانيه؟ ما حصلنا هي اعمال ثانيه، بس حم منقبرين على الشغله نشتغل فيها، واذا توقفنا عن العمليه خلاص ما عندنا اي دخل ثاني. غير هذه الدخل بس كان في مريكي ومريكي على حسب. شيء صعوبات قبل اسهل ولا الحين الصيد اسهل؟ لا لا قبل اسهل، يعني قبل الناس كان ما تروح بعيد قريب، بس الحين يعني على حدود ايران يوصل. ايوه لان ايش من الاماكن هذه قل الصيد، الحين كل ما راح اكثر ابتعد اكثر حصل اكثر. ايوه بس يعني في المصاريف زايده عندهم، المصروف زايد الحين التكاليف لان البترول غالي وكذا، فتحس انه غالي والثلج والعمال وكذا، يعني وايد عندهم مساكين الله اصحاب اللنجات وايد يعني حالتهم صعبه، بس الحمد لله رب العالمين لما يكون يحصل شيء اموره طيبه. ايوه احسنت عمي. ايش تعرف عن مهنه الصيد؟ والله مهنه الصيد مهنه قديمه موجوده هنا في ولايه الصور اب عن جد، وسبحان الله اللي هي استرزق منها الصياد في قوت يومه، يعني يصرف يحصل مصاريف يصرف على اولاده وعلى عياله وهذا. يعني انت كمستهلك كيف تشوف اسعار الاسماك والسوق؟ والله حاليا كمستهلك اشوف الاسعار مناسبه متناول اليد، يعني ما بين غالي ولا انه رخيصه، خاصه ان الحين مرتفع البترول وهذه الاشياء معتمده على هذا البترول وغيره، فالاسعار تقريبا هل مبالغ فيها ولا؟ والله حد لا الاسعار متناوليه يعني مناسبه، يعني كان ارتفاع الاسعار ولا قلت الاسعار نفس يعني متناول يد، يعني ممكن اي فرد ممكن يشتري الاسماك بانواع موجوده التونه والسهوه والسلسول موجود هنا في ميناء صور حاليا. ايش من الاسماك اللي تاخذها؟ والله حاليا السهوه اكثر شيء وجيدر التونه. كنا معكم هنا من ولايه صور للحديث عن مهنه الصيد والصيادين، وايضا شفنا معاهم طريقه الصيد منذ القدم وحتى الان، على امل نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده، فخلوكم معنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.